طبعا ازمه مستشار مرتضى منصور مع التراس ووايت نايتس، اللي هو طبعا يعني اصبح يعني يرفض ان هو يتعامل مع مثل هذه المسميات وبيصفهم بالبلطجه وما الى ذلك، في الواقع لا تزال مستمره حتى هذه اللحظات. النهارده رئيس نادي الزمالك يعني عمل لقاء صحفي وقال فيه للصحافه انه لا تصالح مع الوايت نايتس، وبكده يعتبر يعني قفل باب اذا كان في حوار او استجابه لمطالب او ان يبقى فيه نوع من الوساطه، وطالب الرئيس ب يعني مساله يعني بيطالب بيها دايما وهو يعني انهاء ما يعرف بالالتراس. تعالوا نشوف هذا التقرير لمراسلنا عماد البطراوي. يمكن اللي حصل اول امبارح حدث جلل لم يحدث في تاريخ الرياضه المصريه، وعشان كده انا حرصت يبقى في مؤتمر، لان القضيه مش قضيه مرتضى منصور، قضيه رئيس نادي رياضي كبير او صغير اتعرض لمحاوله قتل لانه قال راي مخالف لمجموعه اجنبيه. الالتراس بالمطلق استعمل القوة والعنف والتهديد. في قوة أكثر من محاولة قتل وزير الشباب والرياضة السابق السيد عمي فاروق مع سبق الإصرار والترصد في عنف وتهديد أكثر من حرق اتحاد الكورة، أكثر من اقتحام النادي الأهلي في الجزيرة وتوليعه، أكثر من اقتحام نادي الزمالك أكثر من مرة. مستنيين عنف إيه؟ 14 طلب. استفدت إيه؟ إن مصر كلها دلوقتي بقت ضدك. مصر كلها أمنت إن الألتراس عصابة مسلحة. تستعمل في الجامعات. تستعمل في التخريب. تستعمل في الاعتداء على أساس الجامعة. لو راجل أحمد يا أحمد شبرا ده ولا أحمد اسمه أصلاً أحمد باطل، روح بيتك. ويا سيد مشاغب لو راجل روح بيتك. سايبين بيتكم ليه وهربانين زي الفران؟ ما تيجي تواجه. هذه العصابة المسلحة انتهى الحوار معها إلى الأبد. دلوقتي القانون يقول كلمته حاجتين، تحقيقات شغالة في الشرف القتل والواقع الأولانية بتاع اقتحام النادي والشرف القتل فيه، الوقت البلاغين في بلاغ إنه اعتبرها مجموعة إرهابية والقبض على جميع قياداتها على مستوى مصر كلها طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، لأنها أصبحت عصابة مسلحة تمارس الإرهاب والبلطجة وترويع الأمنين. اثنين، في قضية أمام القضاء المستعجل بحظر أنشطة هذه العصابة والتحفظ على مقراتها لم المقرات. اللي هيجي يقرب من باب النادي المرة دي أبوه هيستلم جثة. وخلي على فكرة ده مش قتل، ده القانون بيقول حق الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال. حضرتك جايب سلاح عايز تقتلني؟ انا مش هسكت، هدافع عن نفسي.